السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكر جميع الإخوة اللي كيتابعوني في القناة واللي كيدعموني واللي كيعطوني النصائح ومنكم نستفيد. أشكركم جزيل الشكر، بارك الله عليكم وعلى النصائح ديالكم اللي كنستافد منكم بزاف صراحة. دابا جيت باش نصور الفيديو الجديد، جيت معطل شوية، انا سمعت التران تي كلاكسوني ديال اسفي غادي يخرج دابا، جيت مزروب باش شنو دابا كنثبت التليفون باش نصور، دابا يخرج دابا، جيت مع قد تقريبا سمعتو كلاكسوني وبقات دابا شي دقيقه ولا جوج غادي يخرج من المحطه، قريب من المحطه وغادي نصورو دابا وغادي نمشي لاسفي ديال 12 قال القسم تيكون في اسفي مع جوج قال القسم، عنده ساعتين من الاسفي وهو دابا غادي يتم جاي. انا تقريبا كاع حافظ لي من الاوقات ديالهم، لا ديال مراكش لا ديال كازا لا ديال اسفي، التوقيت ديالهم اللي كنجي معاه تقريبا قد قد، يا اما كنجي قبل ولا كنجي بخطات معطل. دابا بحال دابا جيت تقريبا قد قد معاه، هو ما تبخلوش علينا بالدعم ديما و وبالنصائح، هادشي اللي كنتمنوا. تبارك الله عليكم، شكرا لكم مره اخرى جزيل الشكر. نتسناو التران دابا غيدوز دابا، صراحة كنحاول ندير مجهودات باش ندير تصوير كل مرة في بلاصة، ودابا حنا مبتدئ وباغي نتا ان شاء الله ندبر الماتيريال مزيان ديال التصوير كاميرا ونصور داكشي مزيان. هاو كيما كتشوفو التران هو جا الله جاي خارج دابا، تحول تحت القنطرة، هادي قنطرة ديال السبيت وكنكرير اللي كتمشي كتمشي لوطوروت كتمشي لجميع القرى، حنا كاين بزاف. هاو كيما كتشوفو هو التران، التران تقريبا كاع تقريبا اللي كيدوزو من هنايا ولا ديال مراكش ولا ديال اسفي كاع تيكلاكسون عليا، لان كيشوفوني بزاف كنصور هنا كندير تصوير في نواحي ديال بنكرير. شوفو التران دابا هو غادي هذا كيبعد دابا، هنا كيدوز من تحت لوطوروت، هذه لوطوروت ديال مراكش راهي كتبان من بعيد، غير شويه غتبان لكم لوطوروت ديال مراكش راهي كتبان بعيده شويه، لوطوروت ديال مراكش هذيك صافي، من تما كيمشي تحت من لوطوروت وكيمشي لاسفي. هادو بزاف ديال الفيلاجات كيبقى فيهم هنا، داكشي علاش كيدير هو ساعتي. ودابا الا بغى يمشي ديال الفوسفات من وراه ما كيمشيش من وراه تقريبا، كي على الاقل الاقل كان شي ديال الفوسفات مزروب على الاقل واحد الساعه هي القليله عاد كيتبعو من الله، حيت كاينه غير سكه وحده ما يمكنش تيكون روطار كيكون بزاف ديال الحوايج باش هو مشى. دابا كيما قلت لكم هذا هو الاخر ديالو، وما تنساوناش باللايكات والدعم. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد إن شاء الله.